ما بك؟ حمولتنا ليست ثقيلة اليوم. تقدم. ربما ماذا إن وقع؟ شيء غريب، لابد أني تخيل. بالكاد هربنا، أليس كذلك؟ أشعر بفراشات في معدتي. القلب يحتاج للتمرين أحيانا. فتيات جميلات جدا. بالفعل. مرحبا مرحبا. ماذا؟ كيف حالك؟ اسكت يا كركور، لقد أيقظتني. أفضل النوم على رؤية الفتيات. يا إلهي يا إلهي. تدبنت شفاء عمرنا. اختبئي يا هادي. هيا لقد خربت دكاني. ماذا سأفعل بك الآن؟ لا أعرف. إن كانت لديك أي شكوى فقل لهم. هيا لا تغضب لا تغضب يا عزيزي، سأصحح لك الأمر. أنت أيها العجوز؟ يا فتيات، إنها قلادة السعادة الشهيرة. من تريد أن تكون سعيدة؟ رائعة يقينا أجلها أمر واحدة. لم أتخيل أن أحدا يشتري مرآة محطمة. هيا تناولوا المزيد من الطعام. لا أستطيع أن أكل المزيد. هل أستطيع أن أبقى هنا الليلة؟ طبعا قدر ما تشاءون. عفوا، مساء الخير، ولكن القلادة لقد نفذت كلها. نرى ما كل هذا. كيف تبيع مثل هذا الشيء البشع؟ رأيت من خلالها صورة امرأة غريبة. صورة امرأة؟ ألم يكن وجهك يا سيدة؟ يا للسخافة، تفضل انظر بنفسك. إنها الكونتيسة سيدة القصر. الكونتيسة سيدة القصر؟ أذكر أنني أرسلت مرة المرآة نفسها إلى القصر. على أي حال أعزماني. أرجوك أطلبي ذلك مني. لكن أنا لست أعزماني. ألم يكن اختفاؤنا المفاجئ أمرا غير لائق؟ لو بقينا هناك ماذا كان سيحدث لنا؟ لست مسؤولين عن ظهور وجه تلك الكونتيسة في المرآة. إنها عربة، سأطلب منها أن يأخذنا معه. توقف توقف أرجوك. عفوا، نحن تائهون، هل تنقلنا معك من فضلك؟ شكرا لك. شكرا جزيلا. ليس من هنا. اصعدوا إلى هنا. أفضل من الذهاب سيرا. هذا صحيح. من يا ترى يجلس في المقعد الخلفي؟ هل يمكن أن ألقي نظرة؟ ستخسر لسانك إن أكملت. إلى هنا فقط. ترجلوا انزلوا. نترجل في مثل هذه الغابة؟ ترجلوا على أي حال. خذنا إلى مكان آحل على الأقل. هذا هو المكان المناسب. ماذا تفعل بنا؟ السرقة. نحن لا نملك حتى سلسا واحدا. أريد واحدا منكم لأضحي بحياته فداء للأميرة الجميلة. فهم كم فداء إذن؟ نحن رجال. حتى ولو كنتم رجالا. أرجو أن لا يختارني أنا. ومن قال إنك رجل؟ الذي تفعله؟ أفقت يا بياض السن؟ بياض السن؟ بان تطلق سهمك على هؤلاء الناس؟ في الواقع أنا يقول إننا سنكون كبش فداء. كبش فداء؟ هكذا إذن.
سامحيني. إنها أوامر أمي. كنت سأضع بقعة حمراء على ملابسك ومن ثم أخذها الكونتيسة. هذا غير مقبول مان. لن أسامحك إن ضحيت بأشخاص أبرياء. ولا أعتقد أن المرآة تنخزع بمثل هذه الحيلة البسيطة. هذا صحيح صحيح. إحضار شاهد أفضل بكثير من البقعة الحمراء. ماذا؟ أجل وسيكون أنا. ماذا؟ هذا هو الذي قضى على بياض الثلج؟ أجل، عندما ذهبت إلى الغابة مع الأميرة أصابها سهم من مكان ما. أطلقت سهما اعتقدته أصاب عرنبا. إذا كيف حال الأميرة؟ أنا آسف جدا. كيف استطعت إذا؟ لقد أخطأت، أنا أعتذر. أنا حتى وإن كانت غلطة لن أغفر لك أبدا قتل أميرة الوحيدة. ضعوه في السجن حالا. ألا يوجد أحد هنا؟ هذا سيء، أخطأت حساباتي. ترى هل أصدقائي بخير؟ حسنا، السرير والطاولة جاهزان، نستطيع العيش هنا بسهولة. أجل، أنا أريد مرآة على ذلك الحائط. لا لا أريد، لا أريد مرآة أبدا. ماذا؟ أكرهها، أكره المرايا. بياض الثلج؟ لأني أصبحت مكروهة بسبب تلك المرآة الغامضة. المرآة الغامضة؟ أجل، أمي تخاطب المرآة كل يوم صباحا. يا مرآتي يا مرآتي، قولي لي من هي أجمل سيدة في البلاد؟ طبعا يا سيدتي، إنها أنت يا كونتيسة. حسنا رائع. وفي حفل القصر كان لجمال أمي تأثير كبير حتى. أترقصين؟ بكل سرور. عفوا، ولكني أخاطب الأميرة بياض الثلج. يا مرآتي يا مرآتي، قولي لي من هي أجمل امرأة في البلاد؟ يا مرآتي أجيبي. إنها قول الحقيقة يا مرآتي. إنها بياض الثلج، ابنتك يا سيدتي. ماذا؟ أتجرؤين وتقولين لي بأنها أجمل مني بكثير؟ بياض الثلج إذا. ألهذا حاولت قتلك يا بياض الثلج؟ أمي لا تحتمل أبدا أن لا تكون الأجمل دائما. لابد أنها شريرة جدا لتحاول قتل ابنتها. ولكنها ليست أمي الحقيقية. إذا أنا هي أمك. ماتت بعد مرض وأنا طفلة. فهمت، وأنا كذلك. حقا هاني؟ بالنسبة لي فأنا لا أعرف شيئا عن أمي. ترى لما تأخر كركور؟ ربما احتجزته أمي في القصر، من يدري. حسنا، أنا وفرفور سنذهب ونتحقق. اسمعي. نعم. أقفل الباب ولا تفتح لأحد لا تعرفينه. أجل هاني، سأفعل. أنا آسفة لأجلها. من أخذ مني المتعة الكبيرة في أن أكون أجمل سيدة في العالم؟ لن أسامحه أبدا. يا مرآتي قولي لي من هي الأجمل في البلاد؟ نعم قوتيسة. إنها ابنتك بياض الثلج. ماذا؟ هل بياض الثلج على قيد الحياة؟ بالطبع، أصبحت أجمل وهي تعيش في الغابة. لا مستحيل. فان، نادوا لي فان. هاي، إلى متى سأبقى هنا؟ أريد أحدا أتكلم معه على الأقل. صحبتني تبان. هذا أنت يا فان؟ لقد عرفت كونتيسة بما فعلناه. لم تخبرها عن مكان الأميرة، هل فعل؟ أنا ربي. إذن بياض الثلج في خطر، يجب أن أتصرف. هذه القلعة
تبدو غريبة. الدخول إليها سيكون صعبا على ما أعتقد. إنها تفتح. ماذا سنفعل؟ عفوا سيدتي، هل تسكنين في هذه القلعة؟ لا. ألم تري هرا يرتدي حذاء أسود؟ هل أنتم أصدقاؤه؟ هل تعرفينه؟ أجل أعرفه. خذوه، دعوه في يديه. ماذا تفعلين؟ خذوه من هنا. حاضر سيدتي. الصبر. فرفور هذه. كركور أنت مختبئا هنا؟ أنا لست مختبئا، لقد أمسكوني. والأميرة بياض الثلج. إنها بخير، لقد وجدنا لها مسكنا. لا تقلق عليها، لن تسكت الكونتيسة على فعلتنا تلك. ولما ألقي القبض عليكم؟ لقد وثقنا بسيدة عجوز غريبة المظهر. سيدة عجوز سريرة؟ عجوز؟ كانت تحمل تفاحا في سلتها. تفاح في سلتها؟ إنها هنا، هذا هو الكوك. إنها في الداخل. لا أستطيع، لا أستطيع. المكان ضيق جدا. يجب أن نخرج من هنا. من المستحيل أن نكسر هذا الباب. وجدتها، لماذا نستعين بهذه؟ ولكن كيف؟ سوف ترى. حسنا حاول. يا حارس السجن، هل يوجد احد هنا؟ يا حارس السجن تعال. ماذا تريد؟ الكونتيسة تناديك. الكونتيسة؟ انظر. صحيح. لا يمكنك ان ترى بوضوح من هنا، تعال الى المكان المظلم. هيا. حسنا لنرى. لقد نجحنا في الغرق. توقفوا. يا إلهي، فروا من السجن. اقبضوا عليهم. اقبضوا عليهم. أيها المارون من السجن، سوف أعدمكم الآن. ماذا سنفعل الآن؟ قضي علينا. توقفوا. افتحوا الباب واتركوهم يرحلوا بسلام. أنت كيف تجرؤ؟ افتحوا بسرعة وألا أطلق النار عليكم. حسنا افتح لهم. كركور دافع عن الأميرة بياض الثلج. اقضي. هيا بنا. ألا تريدين تفاحة لذيذة الطعام؟ لقد فاجأتني، لست بحاجة لأي تفاح. لا تقولي ذلك، أرجوك افتحي. سيفرحون كثيرا إذا وجدوا بعض الفاكهة عند عودتهم. على أي حال لا بأس إن نظرت إليهم فقط. حسنا، لكن انتبهي، لا تدخلي أحدا لا تعرفينه. هيا افتحي الباب. أنا آسفة، تعالي في وقت آخر. بياض الثلج. ما الأمر يا كركوس؟ وجدتها، سيأخذنا معه. ماذا تفعلون؟ بياض الثلج في خطر. بياض الثلج. انتظروا انتظروا. لقد تأخروا كثيرا. ملكي أيتها العجوز، أشعر بألم في صدري هنا. يا إلهي. لا أعرف كيف أشكرك. أنا مسرورة. هذه لك تقديرا على ما فعلته. شكرا لك، سأكلها فيما بعد. لا تقلق يا صغيرتي، سأعطيك المزيد. كلي هذه الآن، كليها. تبدو لذيذة. هيا كليها. شكرا لك.
خدعتك بسهولة يا ويهذا السل. ويهذا السل الباب مفتوح. ماذا بياض الثلج؟ بياض الثلج ماذا سنفعل؟ لا اشعر بنبضها، لقد ماتت، لقد اكلت تفاحة مسمومة. بياض الثلج ارجوك افتح الباب. من هنا في مثل هذه الساعة؟ أنتم كيف تجرؤون على المجيء؟ أنا آسف ولكن أريد صندوقا من الزجاج. من تضعون فيه؟ بياض الثلج. بياض الثلج؟ الفتاة اللطيفة الرقيقة هل ماتت؟ تبدو وكأنها على قيد الحياة. لو وصلت في وقت مبكر. بياض الثلج سوف أسأل لك. ماذا؟ هذه بياض الثلج؟ توقفوا! هل تعرف بياض الثلج يا سيدي؟ ماذا حدث لها؟ قتلتها الكونتيسة الشريرة. فهمت الآن. لو لم أطلب من الأميرة أن تراقصني في تلك الحفلة، اعذروني، هل أستطيع أن أراها عن قرب؟ هيا تفضل. آسف بياض الثلج، آسف. أنا لا أصدق ما أرى أبدا، لا أصدق، لا أصدق. يبدو أن ما حدث حقيقة. يا إلهي بياض الثلج، لا أصدق. هذا غير معقول، يبدو أن ما حدث حقيقيا. لقد خلفت قطعة التفاح العالقة في حلقها. أين أنا؟ أنا آسفة لأني أطلقتكم. وهل تعتذرين لعودتك من الموت؟ بياض الثلج، هل تأتين إلى قلعتي إن كنت ترغبين؟ هذا ليس عدلا، أنا من يستحقها. يبدو أن الكونتيسة شريرة كبيرة ستحاول قتلك ثانية. ما رأيك؟ قلعتي آمنة. شكرا لك. حسنا هيا بنا، يجب أن نبحث عن بخيل على أي حال. حتى هذه لا يستحقها. يا مرآتي يا مرآتي، قولي لي، من هي الأجمل في هذه البلاد؟ ماذا؟ مالك؟ إنها من هي؟ قولي بسرعة. إنها بياض الثلج. ماذا؟ لا تكذبي علي، هذا ليس صحيحا. لا فائدة منك. يا لفظاعة ما فعلت. ماذا؟ لا، ما الأمر يا هاني؟ لقد تحطمت. نعم تحطمت. انظر معك حق. يا إلهي ماتت كونتيسة. فهم، لهذا السبب كانت القلادة. بياض الثلج، أنا متأكد أنك ستكونين سعيدة. ما الأمر هذه المرة؟ انظروا انظروا، عربتنا الخاصة قادمة، انظروا. يا إلهي هم من جديد. لنطلب منه أن ينقلنا. أنتم تمزحوا. نحن نمزح.